بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع قراءة درس الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح مع حل الأسئلة. دخل فواز المنزل غاضبا، لوافت لا ألون، غاضبا خلاها غاضبا. ما بك يا فواز؟ لقد تشاجرت مع بعض الأولاد وفصل بيننا عادل. خيرا فعل عادل، فالمسلم يعفو عمن ظلمه ولا يؤذي أخاه المسلم. لكن هذا جبن. لا يا بني، فقد عفا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة الذين آذوه ولم ينتقم منهم. سبحان الله، يؤذونه ويعفو عنهم. علينا يا بني أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد ذهب عني الغضب يا أبي، وأعدك أن أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أتشاجر مع أحد بعد اليوم. أحسنت يا بني. الآن مع حل التدريبات. الآن يا أبطال، هذا هو حل الأسئلة. طبعا هذا الحل أنت مطالب تجيب شفويا، لا تكتب، ولكن من يحب أن يكتب ليتدرب عليها؟ ربما يجلس على الكرسي الساخن يحفظ الأسئلة. مع من تشاجر فواز؟ أقول تشاجر فواز مع بعض الأولاد. ما موقف عادل من المشاجرة؟ وما رأيك في هذا الموقف؟ موقف عادل، فصل عادل بينهم، ورأيي أنه موقف رائع من عادل. المثال، ما المثال الذي أعطاه والد فواز؟ نضع هنا نقاط دائما في نهاية الكلمات، نسأل نضعها. المثال الذي أعطاه الوالد لفواز، المثال هو عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة الذين أذوه وعدم انتقام منهم. كيف عامل أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أذوه وكادوا يقتلوه، لكنه هاجر سرا. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة الذين أذوه؟ عفى عنهم ولم ينتقم منهم. بما وعد، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقال لهم مجمعهم ظنوا بأن ينتقم منهم. قال ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أنتم أحرار وعفى عنهم. بما وعد فواز أباه، وعد فواز أباه أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في العفو والتسامح. من قدوة فواز في العفو والتسامح؟ قدوة فواز هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قلنا مش لازم تكتب، لا قول لو حابب تكتب ثبت الفيديو واكتب عشان ما نضيعش وقت عليكم. نذهب الى فكر ثم اجيب شفهيا. ماذا يحدث لو استمر الشجار بين فواز والاولاد؟ ربما يصاب بعضهم بإصابات خطيرة، بإصابات خطيرة، يعني ممكن واحد عينه تتعور، راسه، أي حاجة. تمام؟ اقترح حلولا لفض النزاع بين الصديقين. كسر أحدهما لعبة الآخر، يعده أن يشتري له لعبة أخرى، وخلاص يقول له خلاص أنا أجيب لك إيه؟ لعبة أخرى. تمام؟ يقول له تعالى والعب معي بلعبتي، يعني يلعبهم الاثنين بلعبتي الثاني وخلاص مثلا يعني. والأفكار جديدة عشان ما نطولش. أذكر جملة أواسي بها صديقي الحزين إذا كسرت لعبته. أقول له إيه؟ لا تحزن يا
صديقي يا صديقي، سأشتري لك لعبة أخرى، لا تحزن يا صديقي، سأشتري لك لعبة أخرى، أشتري لك لعبة أخرى، أو أقول له لا تحزن يا صديقي، تعالى والعب معي، تعال. هنا أنا حذفت يعني إيه الياء، لأنه أمر، والعب معي، حذفت الأمر ونحط عليها فتحة مكان الإيه الألف المكسورة، تعال والعب معي، يبقى حذفنا حرف العلة لأنها أمر، تعال والعب معي. طيب عرفنا الإجابات شفهيا، ليس مطالب أن تكتب. نمي لغتي الكلمة، أصل الكلمة بمعنى تشاجرت يعني تخاصمت، ضدها تصالحت. جبن معنى جبن خوف، وضدها شجاعة. فصل بيننا فرق بيننا، وضدها جمع بيننا. أكمل الخريطة، ينتقم ضدها يعفو، مرادفها يعني ينتقم منه يعني إيه، يضربه، يقتله، يقتص منه، يقتص منه الانتقام، وإيه يقتص منه، يعنفه، يعنف يعني يؤذي، كل دي معاني الانتقام. نوعها فعل، فعل مضارع، عمل. الكلمة ينتقم الله من الظالم يوم القيامة، وفي الدنيا كمان إن شاء الله. يبقى هنا معنى ينتقم، يؤذي، يعنف، يقتص منه، ممكن كمان نقول ايه يسأر، يعني ياخذ يسأر، خلاص تمام كده. ممكن كمان يشفي غليله، مهم كل هذه معاني للانتقام. الأداء القرائي، نمسح الشاشة بس كده، أقرأ الجملة وأقف على تنوين الفتح ألف. دخل فواز المنزل غاضبا. أقرأ الجمل وألاحظ الحرف المشدد. المسلم يعفو عمن ظلمه، عم قلت الميم مرتين، خدت الشدة يعني سكون مع العين، عم ثم فتحة من مع النون مقطعين، عم من. لقد ذهب عني الغضب، عن شدة يعني سكون مع العين ثم النون المكسورة مع الياء مقطع تاني، لأن الحرف الساكن يأتي مع الذي قبله والحرف الممدود يأتي مع الذي بعده، عني. أما في كلمة عمن فهنا الحرف الساكن يأتي مع الذي قبله من، وعم الاثنين هنا ساكنين.
أتبادل الدور مع من يجاورني وأقرأ الحوار الآتي كما كنت أفعل الآن أنا وأحمد. كفواز: سبحان الله، يؤذونه ويعفو عنهم. الوالد: علينا يا بني أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فواز: لقد ذهب عني الغضب يا أبي، وأعدك أن أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا أتشاجر مع أحد بعد اليوم. التراكيب اللغوية بمحاكاة المثال، ثم ألاحظ الكتابة الألف في أواخر الكلمة، يعني نكمل بهذه الطريقة. يرتضي، ارتضى، ارتضى، خلي بالك هو جايبها في صورة الماضي. يؤذي، آذى أو أذى، ارتضى، أذى، يعني المفروض آذى، آذى، يعفو، عفا. هنا ألف مكسورة على صورة الألف. يقتدي، يقتدي. شوف، كان عبد الإله سألني بيقول لي أنا أعرف، الواد منصور، أنا أعرف إذا كان آخرها ألف مكسورة ولا ألف عادية. شوف، يعفو، جيب المضارع بتاعها. يؤذي آخرها يا، يبقى آخرها آذى على صورة الألف المكسورة. يعفو آخرها واو، يبقى آخرها ألف عادية. يقتدي آخرها يا، إذا نكتبها اقتدى على صورة الألف المكسورة. يعني لو أتينا بالفعل إيه المضارع، وجدنا آخر الكلمة يا، تكتب على صورة الألف المكسورة في الماضي، وإن كان آخرها واو تكتب على صورة الألف المكسورة في الماضي. عفو، عفا. يؤذي، آذى. يقتدي، اقتدى. ليه؟ لأن إذا كانت ياء تكتب على ألف المكسورة التي تشبه الياء بدون نقاط، وإذا كانت واو تكتب على صورة الألف العادية. لما قلنا كلمة رأى، رأى، يرى، آخرها كأنك تكتبها في، كأنك تنطقها ألف، فهي تكتب أيضا ترى، لأنها آخرها ألف مكسورة، آخرها ألف إيه مكسورة، فتكتب أيضا على صورة الألف المكسورة. الشكل ما يتمم، اختار من وسط الشكل ما يتمم رسم الكلمات رسما صحيحا. طيب، يقضي قبلها مكسور، الكسرة يناسبها الياء، صلى الفتحة يناسبها الألف المكسورة، يرمي يناسبها الياء، بنى يناسبها الألف المكسورة، يصلي يناسبها الياء، سعى الألف المكسورة. بنعرفها من الكسرة. يقتدي، هذه ألف مكسورة لأنها إيه؟ قبلها مكسور. أما الكلمة التي قبلها مفتوح يناسبها الألف المكسورة. يبقى إذا هنا ياء لأن قبلها إيه؟ مكسور. وهنا بنى ألف مكسورة لأن قبلها مفتوح. يصلي قبلها كسرة يبقى ياء. سعى ألف مكسورة لأن قبلها فتحة. الفتحة يناسبها الألف المكسورة، والكسرة يناسبها الياء. خلاص، ياء ألف مكسورة، ياء ألف مكسورة، ياء ألف مكسورة. نمسح. أستخرج من النص ما يأتي: كلمتان تبدأان بلام شمسية القمرية، حرف مشدد، أصغر وأعيد
أجهزهم لكم وأجيكم. كلمتين تبدأان بأل الشمسية، الرسول التسامح. كلمتين تبدأان بأل القمرية، الوالد، المنزل، المسلم. كلمتين تحويان حرفا مشددا، صلى، سلم، الرسول، التسامح. كلمتين تحويان تنوين ضم، فواز، عادل. كلمة تحوي همزة، متوسطة، يؤذي، يؤذونه، الأولاد. كمل. أكمل الجملتين الآتيتين بكلمتين مناسبتين. المسلم يعفو، المسلم يعفو عمن يظلم، عمن ظلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح. يعفو قدوتي، قدوتي، يعفو قدوتي، قدوتي. طبعا هذا املاء، وقلنا نكتب الاملاء من تحت لفوق، يعني من السطر الاخير اخر اخر ثالث سطر ابدا به تحت خالص، بعدين اطلع اللي فوق عشان نقلد واحنا ماشيين. أكتب في دفتري إملاء اختباري من اختيار المعلم إن شاء الله. أستخدم، أضع إلا مكان الكلمات الملونة ثم أقرأ الجملة. إذا وضعت إلا في الجملة، إذا وضعت إلا في الجملة سأضع فتحة على حرف النون في الكلمة، في كلمة المؤمن. يعني إيه؟ إلا المؤمنة. لا، يبقى إلا اسمه أداة استثناء، وما بعدها مستثنى منصوب، مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة زي إن. لما كانت بتدخل على الكلمة المنونة بالضم تصبح فتح. آذى أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشارك المؤمن منهم. بغير لم، يعني أخليها إل. ينتقم الناس ممن يؤذيهم ولا يفعل ذلك المؤمن. نغيرها ونضع إلا مكان الكلمات الملونة، يعني نضع كده، نحط هنا كده إلا، أو نكتبها هذا أحسن. هذا أهل مكة الرسول، رسول صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم، إلا المؤمنة. أحط عليه إيه؟ فتحة. منهم. هذا أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا المؤمنة. ينتقم الناس ممن يؤذيهم إلا المؤمنة. نضع عليها إيه؟ فتحة. قلنا بعد أداة الاستثناء إلا،
الاسم يصبح منصوب وعلامة نصبه الفتح. المؤمنة، ونضع نقطة في نهاية الجمل هكذا. يبقى انت بس هتكتب إلا وتغير المؤمن المؤمنة، المؤمن المؤمنة، غيرها وتخليها مفتوحة، تصبح مفتوحة، تنقل الكلمات وتخلي المؤمن مؤمنة، المؤمنة المؤمنة، منصوب بعد الأداة الاستثناء، بس مستثنى منصوب. أكتب الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب. أحترم الناس جميعا إلا الكاذب. ضع علي إيه؟ فتحة. يهرب الناس عند الخوف إلا الشجاعة. وضع عليها فتحة. إلا الكاذبة إلا الشجاعة. وضع نقطة. الكاذبة الثانية الشجاعة. أحول، أضع قبل بعد في مكانها المناسب. غضب فواز قبل أن يعرف فضل التسامح. ذهب الغضب عن فواز بعد قبل بعد. الخط نكتب من تحت واحنا طالعين عشان نقلد الخط الأعلى. تعبير عبر الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح. أستخدم الجملة السابقة مع أبي وأمي ومعلمي وأختي، أبي وأمي، وأغير ما تحته خط، يعني نغير الصدق. ممكن نقول أمي قدوتي في التسامح، أو خليها الرحمة. معلمي قدوتي في التسامح، أختي قدوتي في الوفاء. أي صفة نكتبها غير الصدق؟ لأن الصدق خلاص اتكتب. الأمانة، العفو، التسامح، الرحمة، الرأفة، الخير. خلاص كتبنا دول، الرحمة، التسامح، الوفاء، كلها أشياء في دفتر واجباتي. أكتب الآية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أرسم خطا تحت الكلمات التي تدل على العفو والتسامح. وليعفوا وليصفحوا، الاثنين دول الصفح يعني تعفو عن من ظلمك، يعني ايه، وتنسى ما قدمه لك من إساءة. العفو هو أن تسامحه ولا تنتقم منه، لكن تصفح يعني تنسى ما قدمه ويصبح صدرك خالي من ناحيته. وأظن أن قد انتهى الدرس. لا تبخلوا علينا باللايك والدعاء والاشتراك، والقناة فيها قائمة للغتي، قائمة للرياضيات، قائمة للعلوم، قائمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.